السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتعرفوا على الدرس الخامس للسنة الثالثة إعدادي اللي هو توازن جسم خاضع لقوتين. فالهدف من هذا الدرس هذا هو اللي غادي نتعرفوا عليه في هذه الوضعية التمهيدية. إذا عندنا بعد التدريب شاقة يكتسب الرياضيون مهارات من ضمنها التحكم في التوازن. كما كتلاحظوا معايا في هذه الصورة هنا كاين هذا الرياضي هذا اللي كيتمكن من المحافظة على التوازن. إذا السؤال هنا فما هي شروط التوازن؟ إذا كيفاش دار هذا اللاعب هذا أو هذا الرياضي عفوا حتى تحكم في التوازن؟ وبالتالي فالهدف من هذا الدرس هذا هو نتعرفوا على الشروط ديال توازن واحد الجسم، يعني باش يبقى واحد الجسم في توازن شنو هما الشروط اللي خصهم يتحققوا. إذا لنبدأ على بركة الله مع النشاط الأول. إذا النشاط الأول يقول يمثل الشكل أسفله جسم S من الورق المقوى خفيف جدا معلق بديناموميترين دي واحد ودي اثنان. إذا عندنا الجسم S هو هذا، هذا هو اللي كنسميه الجسم S هنا في هذه الحالة. هذا الجسم S معلق بديناموميترين، الدينامومتر دي واحد يعني الرمز ديال هذا، ثم الدينامومتر دي اثنان اللي على اليسار. إذا السؤال يقول ثم حاجة أخرى أن هذا الجسم S فهو من الورق أنه خفيف جدا، يعني الكتلة ديالو فهي صغيرة جدا. السؤال الأول يقول أجرد القوى المطبقة على الجسم S. هذا الدرس ديال توازن جسم خاضع للقوتين غادي نديرو على شكل نشاط تجربة ولا على شكل تمرين تطبيقي. في الأخر غادي نستخلصو شنو هما الشروط الضرورية أو اللي خصها توفر باش يكون الجسم في حالة توازن. السؤال الأول يقول أجرد القوى مطبقة على الجسم S. دائما ملي كنبغيو نجردو القوى قلنا كنتبعو ثلاثة ديال المراحل. أول مرحلة قلنا هي تحديد الجسم المدروس أو المجموعة المدروسة. إذا في هذه الحالة قوينا أجرد القوى مطبقة على الجسم S. إذا شكون هو الجسم المدروس في هذه الحالة؟ هو الجسم S. وبالتالي إذا المرحلة الأولى المجموعة المدروسة هي الجسم S. ثم المرحلة الثانية هي تأثيرة التماس أو قوى التماس. إذا المرحلة الثانية هي قوى التماس. قوى التماس كنرجع لهذا الشكل اللي عندي هنا كنشوف شكون اللي في حالة تماس مع الجسم. إذا اللي في حالة تماس مع الجسم S هنا شكون هو؟ هو الدينامومتر دي واحد والدينامومتر دي جوج، يعني الخيط ديال دي واحد والخيط ديال دي جوج. وبالتالي شنو غادي نكتبوا؟ القوة المطبقة من طرف الدينامومتر دي واحد على الجسم S، ثم كذلك القوة المطبقة من طرف الدينامومتر دي اثنان على الجسم S. إذا القوة المطبقة من طرف الدينامومتر دي واحد على الجسم S، ثم كذلك القوة المطبقة من طرف الدينامومتر دي اثنان على الجسم S. وكما شفنا في الدرس ديال مفهوم القوة قلنا بأن القوة كنرمزو لها بمجموعة من الرموز من بينها مثلا الحرف F. فملي كنكتبوا شدة القوة كنديروا غير F، ولكن ملي كنديروا قوة كنديروا متجهة F. إذا بحيث عندي أنا هنا هاد جوج ديال القوى باش نفرقوا بيناتهم، القوة اللي كتبقى دي واحد غنسميوها المتجهة F واحد، يعني القوة F واحد. ثم القوة اللي كتبقى الدينامومتر دي اثنان غنسميوها القوة F اثنان. إذا هادو غير باش نفرقوا بيناتهم. كنعاود نرجع للشكل هنا، واش كاينة شي حاجة أخرى في حالة التماس مع الجسم S هنا؟ لا، ما كاين حتى حاجة. إذا كندوزو للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة في هذه الحالة شنو هي؟ هي قوى عن بعد. والقوة عن بعد كما كنقول لكم دائما بالنسبة لكم كاينين ثلاثة ديال الحالات، هي التأثير ديال الجاذبية والتأثير ديال المغناطيس والتأثير الكهربائي. هنا التأثير الكهربائي ما عندناش، كذلك التأثير المغناطيسي ما عندناش. إذا شنو كيبقى لينا؟ جاذبية الأرض. إذا القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم S. إذا قوى عن بعد غادي نكتبوا القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم S. ولكن هذا الجسم S هنا كاين واحد الملاحظة كتبناها في المعطيات في البداية، قلنا بأنه خفيف جدا بمعنى أنه الكتلة ديالو صغيرة بزاف. بما أنه الكتلة ديالو صغيرة بزاف فإلا جينا نقارنوا القوة اللي كتطبقوها هذا الدينامومتر دي واحد مع دي جوج مع القوة اللي كتطبقها الأرض، كيفاش غادي تكون في هذه الحالة؟ أن القوة اللي كتطبقها الأرض غادي تكون صغيرة جدا. علاش؟ لأن الجسم خفيف جدا. وبالتالي هنا غادي نكتبوا القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم S، نهملها بمعنى ما غاديش ناخذوها بعين الاعتبار. علاش؟ لان كتله الجسم S صغيره جدا. هنا ممكن نعطيكم واحد المثال باش نوضح لكم اكثر. بالنسبه لكم في المستوى ديالكم فهو صالح. مثلا الا دخلتي مثلا القاعه في القسم خديتي مثلا واحد الريشه، واحد القطعه ديال الريش او القطعه ديال الشعر الى غير ذلك، وخديتي مثلا واحد القطعه ديال الطباشير اورميتيوم يعني في الداخل ديال القسم، في هذه الحاله شنو غادي تلاحظ؟ غادي تلاحظ بان القطعه ديال الطباشير فهي غادي تسقط مباشره الارض. علاش؟ لان الارض كتطبق عليها واحد القوه كبيره في هذه الحاله. بينما ان ديك مثلا ديك القطعه ديال الريش او مثلا واحد القطعه ديال الورقه فهي ما كطيحش مباشره، انها تتمايل بسبب ماذا؟ بسبب التاثير ديال الرياح، وبحيث كذلك انها خفيفه. اذا بما انها خفيفه ف
فالارض ما كتطبقش عليها واحد القوه اللي كبيره، كتطبق عليها كتطبق هو كاينه، ولكن هذه القوه فهي ضعيفه بالمقارنه مثلا مع القوه المطبقه من طرف الرياح او من طرف الهواء. اذا دائما ملي كيكون الجسم الكتله ديال الجسم خفيفه جدا فكنهملوا الكتله، ماشي كنهملوها دائما في التمارين، عفوا على هذا المصطلح هذا، غير هنا في هذه الحاله ديالنا في هذا النشاط اللي عندنا حنا هنا غادي نهملوها، يعني ما غاديش ناخذوها بعين الاعتبار، ولكن في التمارين اللي كتجيكم نتوما كيخصك دائما تكسب القوه مطبقه من طرف الارض. حنا هنا استثنائيا في هذا التمرين ما غاديش ناخذوها بعين، في هذا النشاط عفوا ما غاديش ناخذوها بعين الاعتبار. كنتمنى الجواب يكون واضح. بما انه حيدنا هذه القوه المطبقه من طرف الارض يعني نهملوها ما غاديش ناخذوها بعين الاعتبار، اذا شحال من قوه غيبقاو عندنا؟ كانوا عندنا ثلاثه زولنا وحده، شحال غيبقاو؟ غيبقاو جوج قوى اللي هما القوه اف واحد والقوه اف جوج، يعني القوه اللي كتبقى الدينامومتر دي واحد والقوه اللي كتبقى الدينامومتر دي اثنان. الا شفتوا معايا هنا في الشكل، في هذا الشكل هذا، واش الجسم في حاله توازن؟ نعم في توازن، تحت تاثير كم قوه؟ تحت تاثير قوتين اللي هما اف1 واف2. اذا وبالتالي يمكن اعتبار الجسم اس في توازن ويخضع لقوتين فقط، هما اف1 يعني القوه اللي كتبقى الدينامومتر 1 والقوه اللي كتبقى الدينامومتر 2. اذا الجسم هنا في توازن تحت تاثير قوتين اف1 واف2. علاش؟ لان القوه مطبقه من طرف الارض قلنا نهملوها ما غاديش ناخذوها بعين الاعتبار استثنائيا في هذا النشاط هذا. إذا كنتمنى السؤال يكون واضح. نمر السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول حدد مميزات القوى المطبقة على الجسم S. فكما شفنا في السؤال اللي قبل قلنا بأن الجسم فهو كيخضع للقوتين فقط، يعني الأرض حيدناها. هاد القوتين شنو هما؟ القوة F1، إذا اختصارا هنا فعاود ما نكتبوا القوة المطبقة من طرف الدينامومتر دي واحد على الجسم S، غادي نرمزوا لها مباشرة بF1، وحنا عارفين شنو كتعني حيت كتبناها في جرد القوى. إذا F1 هنا كتعني القوة اللي كتبقى دي واحد على الجسم S. F2 القوة اللي كتبقى الدينامومتر دي اثنان على الجسم S. إذا هنا السؤال، هنا عندنا الجسم S، إذا هذا هو اللي كنقصدوا به الجسم S في هذه الحالة. السؤال هنا حدد مميزات القوى. هنا مميزات القوى هي اللي تعرفنا عليه في الدرس الماضي، اللي هي ان اي قوه قلنا تتميز باربع مميزات، اللي هي نقطه التاثير، خط التاثير، المنحه، ثم الشده. نقطه التاثير قلنا هي النقطه التي يطبق فيها الجسم المؤثر قوه على الجسم المؤثر عليه. مثلا الا خدينا هنا اف1 يعني القوه اللي كتبقى دي1، هذا الدينامومتر دي1 كيطبق قوه على الجسم اس فين؟ في اش مكان؟ واش في النقطه ولا في النقطه بي؟ اذا بطبيعه الحال غادي تقول لي في النقطه ا، اذا نقطه التاثير هي النقطه آه. بالنسبة للدينامومتر دي اثنان كتطبق قوة على الجسم اس في اش موضع؟ في النقطة بي، إذا نقطة التأثير هي النقطة بي. مزيان، غنمشيو لخط التأثير. خط التأثير فكما كنقول لكم دائما فهو عبارة عن مستقيم. إذا إلا خدينا القوة اف1، قلنا القوة اف1 هي اللي كتطبق الدينامومتر على الجسم اس، والقوة اف2 هي اللي كتطبق الدينامومتر دي اثنان على الجسم اس. هذه القوة هذه هي اللي عندها اتجاه ديال هذا الخيط هذا. فباش نعرفوا خط التأثير في هذه الحالة شنو كنديروا؟ كنمثلوا المستقيم اللي كيكون عنده اتجاه ديال خط التأثير، يعني كنمثلوا هذا المستقيم هذا، هو المستقيم هذا. هذا المستقيم هذا اللي عنده اتجاه ديال خط ديال اتجاه ديال هذا الخيط ديال الدينامومتر هو خط التأثير. إذا كيفاش داير هنا؟ مستقيم عمودي ولا مائي ولا افقي؟ مستقيم افقي. مزيان، اذا هنا ممكن نكتبوا حنا مستقيم افقي، ولكن كاينه ملاحظه اخرى. ملي مثلت هذا المستقيم هذا اللي بالاحمر شنو كتلاحظوا؟ انه كيمر من ماذا؟ كيمر من نقطه وكيمر كذلك من نقطه بي. اذا هذا المستقيم كيمر من نقطتين او بي، وكما كتعرفوا في الرياضيات فباش كنمثلوا المستقيم كيخصنا على الاقل جوج ديال النقاط. اذا بما ان هذا المستقيم هذا كيمر من نقطه ا وبي، وبالتالي شنو غادي نسميو خط التأثير في هذه الحاله؟ غادي نكتبوا المستقيم ا بي، مستقيم ا بي. اذا خط التأثير في هذه الحاله هو مستقيم ا بي. شنو هو مستقيم ا بي؟ هو هذا اللي كتشوفوا في الشكل هذا اللي بالاحمر اللي كيدوز من ا وبي، هذا هو اللي كنسميوه مستقيم ا بي. هنا كذلك ممكن تكتب المستقيم الافقي المر من ا، كذلك الجواب يعتبر صحيح، ولكن حنا غادي نكتبوا مستقيم ا بي. علاش في الاخر غادي نجاوبكم بالضبط علاش. مزيان، غنمشيو للقوة اف جوج. القوة اف جوج خط التأثير ديالها هو هذا، هو اللي عنده اتجاه ديال هذا الخيط هذا. إذا ملي مثلنا هذا خط التأثير ديالها حتى هو حتى هي عفوا، شنو كتلاحظوا؟ أنها كذلك أن هذا الخط هذا كيدوز من نقطة بي وكيدوز كذلك من نقطة أ، يعني كيمر من نقطتين أو بي، وبالتالي خط التأثير في هذه الحالة شنو هو؟ هو المستقيم كذلك أ بي، هو المستقيم أ بي. إذا كذلك هنا غادي نكتبوا مستقيم أ بي. علاش؟ لأن القوتين بجوج اتجاه ديالهم أفقي، إذا غيكون عندهم نفس المستقيم.
الان غادي نمشيو للمنحه. المنحه فكما كتعرفوا دائما انه كيكون من الى، المنحه كيكون من واحد المكان الى مكان اخر، ويستحسن تبداو دائما من نقطه التاثير. مثلا في القوه اف واحد نقطه التاثير ديالها شنو هي؟ هي النقطه ا. اذا غنبداو من النقطه ا، غادي نطرح السؤال، هذا الدينامومتر هذا كيجر هذا الجسم فين؟ واش كيجرو هنا في اتجاه اليمين، يعني في هذا الاتجاه هذا في هذا المنحه، عفوا في هذا المنحه، او اللي كيجر الجسم في المنحه الاخر، يعني كيدفع الجسم من جهه اخرى. فغادي تتفقوا معايا على ان هذا الدينامومتر شنو كيدير، فهو كيجر الجسم نحو اليمين، يعني من ا نحو اليمين، يعني في هذا المنحه هذا. وبالتالي المنحه هنا غادي نكسبوا من النقطه نحو اليمين، اذا من ا نحو اليمين. علاش؟ لان الدينامومتر قلنا كيجر الجسم في هذا المنحه هذا. غنمشي للقوه اف جوج، القوه اف جوج نقطه التاثير ديالها هي النقطه ب. اذا هذا الدينامومتر دي جوج شنو كيدير كذلك؟ واش كيجر الجسم في هذا المنحه هذا، يعني هنا في هذا المنحه، او اللي كيدفع الجسم في المنحه الاخر؟ غادي تتفقوا معايا على ان الدينامومتر دي جوج كيجر الجسم في هذا المنحه، يعني في هذا المنحه ديال السهم اللي هو نحو اليسار. اذا المنحه غيكون من النقطه ب نحو اليسار. علاش؟ لان الدينامومتر دي 2 يجر الجسم نحو اليسار. ثم اخيرا كتبقى لينا الشده، فالشده كما كتعرفوا كاملين انها تقاس باستعمال جهاز الدينامومتر، وهذه الاجهزه اللي كتشوفوا معايا هنا هما الدينامومتر. اذا القوه اف واحد، القوه اف واحد هنا هي الدينامومتر دي واحد. السهم، شوفوا معايا السهم شنو هي القيمه اللي كيشير ليها؟ 4، 4 ماذا؟ نيوتن. هنا ما غاديش نديروا علامه، ما غاديش نضربوا في 10. علاش؟ لان ما عنديش فيه هنا هذا 10 نيوتن، فقط هنا كتعني بان اكبر قيمه ممكن يقيسها هذا الدينامومتر هي 10 نيوتن. اذا لاحظتوا معايا هنا اخر تدريجه هي 10، وبالتالي هذا 10 نيوتن كتعني بان اكبر قيمه ممكن يقيسها هذا الدينامومتر هي 10 نيوتن. اذا هنا الى شفتوا السهم فهو كيشير الى ماذا؟ الى 4 نيوتن. اذا شنو غادي نكسبوا هنا؟ غادي نكسبوا اف1 تساوي 4 نيوتن. هنا كنعاود نذكركم في شده القوه ما كنديروش السهم، شده القوه ما كيكونش السهم، بينما في القوه كنديروا السهم، يعني المتجهه. اذا ردوا بالكم هنا، الشده ما خصكش دير فيها سهم لان متجهه فرعيه ما كتساويش عدد. القوه اف جوج غنعاودوا نشوفوا هنا في الشكل. الدينامومتر شنو هي القيمه اللي كيشير لها كذلك هنا؟ كيشير الى 4 ماذا؟ نيوتن. اذا غادي نكتبوا كذلك اف جوج كتساوي 4 نيوتن. اذا هذو هما المميزات ديال القوى المطبقه على الجسم اس. كنتمنى الجواب انه يكون واضح. اذا غنمروا للسؤال الثالث. السؤال الثالث يقول مثل متجهات هذه القوى باستعمال السلم 1 سنتيمتر لكل 2 نيوتن. فتمثيل ديال القوى كما شفنا في الدرس وديجا شرحنا جوج ديال السلاسل ديال التمارين، انا كان اللي تبع معايا جوج ديال السلاسل ما غاديش يبقى عنده مشكل نهائيا في التمثيل ديال القوى. دائما ملي كنبغيو نمثلوا القوى قلنا لك هاد 1 سنتيمتر لكل 2 نيوتن كنترجموها على شكل علاقه ثلاثيه. اذا كنبدا 1 سنتيمتر سهم 2 نيوتن، تحت من السهم كنعاودو نديرو السهم مباشرة. دابا ملي كنبغينا نمثل القوة ملي كنستعملو هذا السلم شنو هو الهدف منه؟ الهدف منه هو كنقلبو على الطول، الطول ديال المتجهة بشحال غنمثلوها. ملي كنقولو الطول، إذا الطول بطبيعة الحال فالوحدة ديالو هي السنتيمتر. إذا هنا تحت من السنتيمتر شنو غادي ندير؟ غندير إكس. علاش؟ لأن هذا المجهول هو اللي كنقلب عليه، إكس أو لا إكغيك إلى غير ذلك، لا يهم أي حرف استعملتي. ثم هنا تحت من نيوتن غادي نكتبوا شده القوه. الا خدينا مثلا القوه اف واحد، الا شفتوا معايا هنا في الدينامومتر شحال القيمه اللي كيشير ليها؟ 4 نيوتن. القوه اف جوج شحال القيمه اللي كيشير ليها كذلك؟ الدينامومتر عفوا جوج، القيمه اللي كيشير ليها 4 نيوتن. اذا هنا كتلاحظوا بان القوتين بجوج لهما نفس الشده، وبالتالي تحت من جوج ديال نيوتن هنا غادي نكتب 4 نيوتن. منين جبتها؟ جبتها في الدينامومتر هنا، هي اللي مكتوبه عندي هنا في الدينامومتر 4 نيوتن، كذلك هنا 4 نيوتن. مزيان. إذا دابا العلاقة الثلاثية غادي نحسبوا إكس، نحسبوا القيمة ديالها. إذا العلاقة الثلاثية إكس تساوي هنا في العلاقة الثلاثية، إذا غادي تكون عندي 4 نيوتن في 1 سنتيمتر مقسومة على 2 نيوتن. إذا 4 نيوتن في 1 سنتيمتر مقسومة على 2 نيوتن. غادي تلاحظوا معايا أنه في البسط وفي المقام عندنا واحد الوحدة، عندنا نيوتن معودة عندنا في البسط وفي المقام، وبالتالي كنختزلوا بها. إذا اختزلنا بها شنو غيبقى لنا؟ الوحدة اللي هي السنتيمتر. إذا 4 في 1 هي 4 مقسومة على 2 هي 2. إذا 2، 2 ماذا؟ سنتيمتر. علاش؟ لأنه اختزلنا بنيوتن. 2 سنتيمتر. هاد 2 سنتيمتر شنو كتعني؟ شنو هو الهدف من هاد الشيء هذا؟ هاد 2 سنتيمتر كتعني الطول ديال متجهات القوى، يعني ملي غنمثلوا ديك القوى ملي غنمثلوهم بأسهم، الطول ديال ديك السهم غيكون فيه 2 سنتيمتر. المعنى ديال هاد 2 سنتيمتر غادي نكتبها هنا. إذا نمثل متجهات
متجهات القوتين F1 فوق منها سهم بطبيعة الحال لأنها متجهة و F2 و F2 بسهم طوله 2 سنتيمتر. مزيان، اللي باقي عنده مشكل ديال التمثيل ارجع للدرس ديال مفهوم القوة، وكذلك جوج قمنا بتصحيح سلسلتين في هذا الدرس هذا. حاولوا تطلعوا على ذاك الدرس على ذاك الفيديو، ما غاديش يبقى عندكم مشكل في تمثيل القوة نهائيا. دابا بعد ما حددنا الطول ديال هاد القوى قلنا بانه غنمثلهم بجوج سنتيمتر. علاش بجوج بهم غنمثلهم بجوج سنتيمتر؟ غنمثلهم بجوج بهم بنفس الطول حيت بجوج بهم عندهم نفس الشده اللي هي 4 نيوتن. اذا هنا باش نبداو بالقوى اف واحد، القوى اف واحد منين غنبداو؟ شنو هي نقطه التاثير ديالها؟ القوى اف واحد قلنا هي اللي كتبقى دي واحد. نقطه التاثير ديالها شنو هي؟ هي النقطه ا. اذا غنبدا من النقطه ا. خط التاثير ديال القوى اف واحد شنو هو؟ قلنا هو هذا المستقيم ا بي، اذا غنمثلوها افقيا فوق من هذا المستقيم. المنحة ديال القوة F1 هاد الدينامومتر فين كيجر الجسم؟ كيجرو نحو اليمين، إذا السهم غيكون نحو اليمين، غيكون في هاد السهم غيكون في هاد الاتجاه هذا. القوة F2 نقطة التأثير ديالها شنو هي؟ هي النقطة B. خط التأثير ديالها هو المستقيم الأفقي، يعني غنمثلوها فوق هاد المستقيم. المنحة ديالها هاد الدينامومتر D2 كيجر الجسم في هاد المنحة، إذا غيكون السهم في هاد الاتجاه، في هاد المنحة عفوا. ثم الطول ديال المتجهتين بجوج هو جوج سنتيمتر. إذا شنو غادي دير؟ غتحط المسطرة فوق النقطة A، غتحط المسطرة فوق النقطة A وغتحسب جوج سنتيمتر. إذا هنا عندي واحد سنتيمتر، ثم هنا عندي جوج سنتيمتر، إذا واحد سنتيمتر جوج سنتيمتر. ثم من بعد شنو كدير؟ كتمثل السهم. إذا كتمثل السهم ديال ديك القوة. ملي كتمثل السهم ماشي كنخليو السهم غير هكا وكنخليو، لأن إلا درتي السهم دابا ما عرفناش حنا واش هي F1 ولا F2. هاد القوة شنو هي؟ هي قوة F1. إذا كنجي تحس منها كنكسب F1. F1 هنا بمعنى القوة اللي كتبقى الدينامتر دي واحد على الجسم S. القوة F2 غنديرو نفس الحاجة، كنعاودو نحطو المسطرة فوق النقطة B وكنحسبو جوج سنتيمتر. إذا حنحط المسطرة فوق النقطة B غنحسب جوج سنتيمتر. إذا هنا عندي واحد تقريبا، ثم هنا جوج، ثم شنو كندير؟ كنمثل السهم. ملي غنمثل السهم ديال هاد القوة، إذا هو هذا. ماشي غير كندير السهم، خصني ندير السهم وندير حدا القوة اللي مثل. شنو هي القوة اللي مثلنا هنا؟ هي القوة F2. إذا هادو هما القوتين F1 و F2. إذا هذا هو اللي كنسميوه تمثيل ديال القوى. كنتمنى أنه الجواب يكون واضح. فإذا لاحظتوا معايا هنا في هذا الشكل، المنحة ديال هاد القوتين كيفاش داير؟ القوة F1 نحو اليمين، القوة F2 نحو اليسار. إذا المنحة كيفاش داير؟ منحيان متعاكسين. من بعد غادي نفصلوا مزيان هاد في هاد المميزات هادو. غمروا السؤال الرابع. السؤال الرابع يقول قارن مميزات القوى المطبقة على الجسم S. المقارنة هنا شنو كنقصدوا بها؟ يعني غادي نشوفوا شنو هما القوى اللي عندهم نفس، يعني شنو هما المميزات المشتركة بينهما أو المختلفة بينهما. هذا الشيء اللي مقصود بهذا السؤال هذا. هذا الجوال هو اللي جاوبنا عليه في السؤال الثاني. إذا هنا عندنا من خلال ملاحظة الجدول الأعلى هنا استنتجوا أن للقوتين F1 و F2. غادي تلاحظوا معايا هنا القوة F1 نقطة التأثير ديالها شنو هي؟ هي النقطة A. القوة F2 نقطة التأثير ديالها شنو هي؟ هي النقطة B. إذا ما عندهمش نفس نقطة التأثير، ما كتهمناش، غنزولوها. غنمشيو لخط التأثير. القوة F1 شنو هو خط التأثير ديالها؟ هو مستقيم AB. القوة F2 شنو هو خط التأثير ديالها؟ كذلك المستقيم AB. ماذا نستنتج هنا؟ نستنتج بأن القوتين F1 و F2 لهما نفس خط التأثير. علاش؟ لأن بجوج بهم خط التأثير ديالهم هو المستقيم AB. إذا هو الاستنتاج الأول. غنمشيو للمنحة. القوة F1 المنحة ديالها من A نحو اليمين، القوة F2 من B نحو اليسار. عفوا هنا عندي من B نحو اليسار، عفوا ماشي A هنا، من B نحو اليسار. إذا شنو كتلاحظوا؟ القوة F1 المنحة ديالها نحو اليمين، والقوة F2 المنحة ديالها نحو اليسار. إذا المنحيين ديال القوتين كيفاش داير؟ أنهم متعاكسين، وحدة عندها المنحة نحو اليمين وحدة عندها نحو اليسار. إذا المنحيان متعاكسان. ثم نمشيو للشده. القوة F1 الشده ديالها شحال كتساوي؟ 4 نيوتن. القوة F2 الشده ديالها كتساوي 4 نيوتن. إذا شنو كتلاحظوا؟ أن F1 كتساوي F2 كتساوي 4 نيوتن، بمعنى لهما نفس الشده. إذا المميزة الثانية اللي كنستنتجو هنا أن القوتين F1 و F2 لهما نفس الشدة، بمعنى أن F1 كتساوي F2 كتساوي 4 نيوتن. هذا الشيء اللي كتشوفوه هنا في الجواب. ثم المقارنة الثالثة هي قلنا بأن المنحة ديال F1 نحو اليمين والمنحة ديال F2 نحو اليسار، وبالتالي فهاد القوتين لهما منحيان متعاكسان.
من الحياه متعاكسا كنعبروا عليه بهذه العلاقه هذه ان اف واحد كتساوي ناقص اف جوج. يعني يكون كان عندهم نفس المنحه غادي نكتبوا اف واحد كتساوي اف جوج، ولكن هنا متعاكسان، يعني وحده عندها المنحه نحو اليمين وحده نحو اليسار. اذا في هذه الحاله انه كنكتبوا اف واحد كتساوي ناقص اف جوج، ناقص المتجه اف جوج، بمعنى ان المنحيان متعاكسان. هذا هو الاستنتاج اللي كنستنتجو من خلال هذا الجدول. اذا نعيد، القوتين هما نفس خط السير، القوتين هما نفس الشده، ثم القوتين لهما منحيان متعاكسان. وكما رديت البال في البدايه ملي زولنا القوة مطبقه من طرف الارض، شنو قلنا؟ قلنا بان الجسم فهو في حاله توازن. اذا بما ان الجسم في حاله توازن، شنو لاحظنا؟ لاحظنا بان هاد القوتين اللي كان كيخضع عليهم لهما نفس خط التاثير ولهما نفس الشده ولهما منحيان متعاكسه. من خلال هذه المقارنه هذه نستنتج شروط التوازن. اذا اهم حاجه في هذا الدرس هذا هو هذا الشيء اللي كتشوفوا دابا قدامكم، يعني كاع هذا الشيء اللي شفناه قبيله هذاك غير نشاط باش نتوصلوا لشنو هما الشروط ديال التوازن. يعني باش يكون واحد الجسم في توازن شنو خاص يتحقق. اذا اهم حاجه في هذا الدرس هي هذا الشيء اللي كتشوفوا دابا امامكم، خصكم تعقلوا عليهم مزيان. شرط التوازن شنو كيقول النص ديال شروط التوازن؟ يقول اذا كان جسم صلب في توازن وهو خاضع الى قوتين اف1 واف2 فإن لهاتين القوتين نفس خط التأثير ونفس الشدة ومنحيان متعاكسان. ونعبر رياضيا عن هذه الشروط بشرطين نسميهما شرط التوازن. الخلاصة ديال هذه الجملة هذه باش يكون واحد الجسم في توازن وهو خاضع لجوج ديال القوى فقط، جوج ديال القوى فقط ماشي أكثر من جوج، فإن لهاتين القوتين شنو خص يكون عندهم؟ خص يكون عندهم نفس خط التأثير، وخص يكون عندهم نفس الشدة، وخص يكون عندهم منحيان متعاكسان. إلا كانوا هاد ثلاثة ديال الشروط محققة نقول بأن الجسم في حالة توازن. إلا كان غير واحد من هاد الشروط غير محقق الجسم فهو ليس في حالة توازن. فمثلا ممكن القوتين يكون عندهم نفس خط التأثير وتكون عندهم نفس الشدة ولكن ما يكونش عندهم منحيان متعاكسان، وبالتالي الجسم فهو ليس في حالة توازن. هاد الجملة هذه ممكن نختصروها بطريقة أخرى، يعني كنعبروا عليها بشروط ديال التوازن وكنسميوهم. هاد الشروط ديال التوازن هما جوج ديال الشروط. الشرط الأول، الشرط الأول هو أن للقوتين نفس خط التأثير. الشرط الثاني هو أن للقوتين نفس الشدة ومنحيان متعاكسان. ونعبر عن هذا الشرط بالعلاقة التالية. إلا تذكرتوا معايا قبيلة ملي قلنا بأن قوتين هما منحيان متعاكسان، شنو كنا كسبنا؟ كسبنا بأن المتجه اف1 كتساوي ناقص المتجه اف2. هذه على شكل معادلة، هاد اف2 هنا ناقص، ملي غنجيب هاد الطرف هذه شنو هاد الطرف هذا شنو غتولي؟ غتولي موجبة. يعني في المعادلات ملي كيكون واحد الرمز مثلا أو واحد مجهول كيكون سالب، ملي كيمشي للطرف آخر كيكون موجب والعكس صحيح. إذا شنو غادي نكسب؟ غادي نكسب اف1 المتجه اف1، عفوا المتجه اف1 هنا ناقص، ملي غنجيبو هاد الطرف شنو غتولي؟ قلنا غتولي زائد. إذا زائد المتجه اف2 كتساوي شنو اللي غيبقى لينا هنا؟ غيبقى لينا متجهة منعدمة. هذا الشرط الثاني هو اللي كنعبر عليه بالعلاقة التالية، أن المتجهة اف1 زائد المتجهة اف2 كتساوي متجهة منعدمة، ماشي صفر، متجهة منعدمة، لأن المتجهة ما كتساويش عدد. إذا هادو هما شروط التوازن. باش نختصر عليكم، بالنسبة لشروط ديال التوازن شنو خصك تعرف؟ خصك تعرف بأنه واحد الجسم باش يكون في التوازن خاص جوج ديال الشروط يتحققوا. الشرط الاول، هاد جوج شروط خصك تحفظهم اولا تعقل عليهم ولا شوف شنو دير لهم. الشرط الاول شنو هو؟ القوتين اف1 واف2 خص يكون عندهم نفس خط التاثير، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني، القوتين خص يكون عندهم نفس الشده ومنحيان متعاكسان. وهذا الشرط الثاني كنعبر عليه بهذه العلاقه هذه، المتجه اف1 زائد المتجه اف2 كتساوي متجهه منعدمه. هذا الشيء اللي خصك تعرف في هذا الدرس هذا، هاد جوج شروط خصك تحفظهم اولا تعقل عليهم مزيان، هما راه ساهلين مع كثره ديال التمارين غتعقل عليهم ان شاء الله. اذا هذا هو الملخص ديال الدرس كامل، هذا الشيء اللي كتشوفوا امامكم دابا، حاولوا تقراه مزيان وتفهموه مزيان. ماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه الدرس فهو بسيط جدا. باش نعرف اولا باش عرف واش فاهم هاد الفقره مزيان، الان غادي نمروا للتمرين التطبيقي كما العاده. التمرين التطبيقي عندنا تخضع كل من الاجسام التاليه الممثله اسفله لقوتين. هاد الاجسام اللي كتشوفوا عندي هنا، الحاله ا ثم حاله ب ثم حاله سي الى غير ذلك، كيخضعوا لجوج ديال القوى، كاين هاد القوه وكاين هاد القوه. هاد القوه مثلا ممكن نسميوها احنا اف1، وهاد القوه ممكن مثلا نسميوها اف2، قوه اف2.
هاد القوتين بجوج مثلناهم بنفس السلم، يعني مثلا مثلناهم بواحد سنتيمتر لكل جوج نيوتن، اذا هادو راه ممثلين بجوج بنفس السلم. السؤال الاول يقول حدد معللا جوابك الجسم الذي يوجد فيه حاله توازن. مزيان، هنا كما قلنا دابا نرجعوا شويه لهاد الفقره اللي قبل، قلنا باش يكون جسم في توازن شنو خص يكون؟ قلنا خص يكون جوج ديال الشروط. الشرط الاول شنو هو؟ قلنا الشرط الاول القوتين اف واحد واف جوج خص يكون عندهم نفس خط التاثير، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قلنا القوتين اف واحد واف جوج خص يكون عندهم نفس الشده ومنحيان متعاكسان. صافي هذا الشيء اللي خصك تعرف. نبداو بالحاله الاولى. الحاله الاولى غنشوفوا اف واحد، هاد اف واحد واف جوج واش عندهم منحيان متعاكسان؟ نعم، شوفوا معايا اف واحد المنحى ديالها نحو ماذا؟ نحو الاعلى. اف جوج نحو الاسفل، اذا عندهم منحى متعاكسان. مزيان، هو واحد الحاجه محققه. ثم شنو خص يكون عندهم؟ كذلك نفس الشده. نفس الشده شنو كنديروا هنا؟ كنعبروا الطول ديال المتجهتين. خذ المسطره وعبر الطول ديال هذه المتجهتين بجوج. الا عبرتي الطول ديال هذه المتجهتين بجوج غادي تلقى تقريبا بانه كيساوي، بون انا عندي في الشكل هنا كيساوي تقريبا 3 سنتيمتر. انت في المثانيه كنت كتشوف الحاسوب او الهاتف النقال يقدر الطول يكون مختلف، ولكن غير الا شفتي معايا هنا غادي تلاحظ بان عندهم نفس الطول. الا مشينا للقوه اف جوج وعبرناها كذلك بمسطره غنلقاو حتى هي 3 سنتيمتر. اذا شنو كنلاحظوا؟ ان اف واحد واف جوج عندهم نفس الطول، عندهم نفس الطول اللي هو 3 سنتيمتر، وحنا مثلناهم بنفس السلم. اذا بما ان عندهم نفس الطول شنو معناتها؟ ان لهما نفس الشده. اذا القوتين عندهم منحيان متعاكسان وعندهم نفس الشده. مزيان، بقى لي واحد الشرط اخر. الشرط اخر شنو هو؟ هو خط التاثير. خط التاثير قلنا شنو هو؟ هو حامل ديال المتجهه، حامل ديال المتجهه اف واحد هو هذا. اذا كنجي كندير امتداد ديال هذا الخط هذا، اذا هذا هو الحامل ديالها. ثم القوه اف جوج الحامل ديال هذا المتجه هو هذا. خط التاثير قلنا هو مستقيم، يعني اما كيكون عمودي او مائل الى غير ذلك. اذا ملي مثلنا هذا المستقيم ديال خط التاثير ديال القوه اف واحد والقوه اف جوج، واش عندهم نفس خط التاثير؟ لا، القوه اف واحد خط التاثير ديالها هو هذا، والقوه اف جوج خط التاثير ديالها هو هذا، مخالفين. باش يكون عندهم نفس خط التاثير كيخص القوه اف جوج تجي في هذه البلاصه هذه. اذا بما ان ليس لهما نفس خط التاثير، اذا الجسم فهو ليس في حاله توازن مباشره. علاش؟ لان قلنا باش يكون في توازن خص تكون نفس خط التاثير ونفس الشده ومنحيان متعاكسان. الا كان شرط واحد غير محقق، الجسم فهو ليس في حاله توازن. اذا شنو غادي نكتبوا هنا في الحاله واحد؟ اذا في الحاله واحد هنا الجسم ليس في حاله توازن، ليس في حاله توازن. تعليل ديال الجواب، لان القوتين شنو اللي لقينا مختلف؟ ليس لهما نفس خط التاثير، ليس لهما نفس خط التاثير. خط التاثير هنا في هذه الحاله هو المستقيمات اللي مثلت هنا. اذا بما ان ليس لهما نفس خط التاثير، اذا مباشره الجسم ليس في توازن، كيخص الشروط بثلاثه يكونوا محقين. الحاله بي، نشوفوا هذه الحاله بي. إذا في الحالة ب هي اللي كتشوفوا هنا، هذا الجسم هذا فهو كذلك خاضع إلى قوتين، إذا كاين هذه القوة والقوة الأخرى. غادي نبداو ب واش عندهم نفس خط التأثير. خط التأثير شنو كنديروا؟ كنمثلوا هذا المستقيم الحامل ديال القوتين بجوج، إذا إلا لاحظتوا عندهم نفس المستقيم، يعني مستقيم واحد كيجمع بيناتهم بجوج، إذا عندهم لهما نفس خط التأثير. إلا شفتوا الطول ديال هذه القوة إف واحد والقوة إف جوج غتلقاو عندهم نفس الطول، بمعنى لهما نفس الشدة. ولكن غنشوفوا المنحى، هذه المنحى هذه إلا اعتبرنا مثلا هذه هي القوة اف واحد، المنحى ديالها نحو ماذا؟ نحو اليمين. القوة اف جوج المنحى ديالها كذلك نحو ماذا؟ نحو اليمين. وحنا الشرط قلنا شنو هو؟ خص يكون عندهم منحيان متعاكسان. واش عندهم منحيان متعاكسان؟ لا، إذا الجسم فهو ليس في حالة توازن. الحالة ب الجسم ليس، إذا الجسم ليس في حالة توازن، ليس في حالة توازن. علاش؟ لأن القوتين، لأن القوتين ليس لهما، لأن القوتين ليس لهما منحيان، ليس لهما منحيان متعاكسان، ليس لهما منحيان متعاكسان. مزيان، كنتمنى الجواب يكون واضح. إذا قلنا باش يكون الجسم في توازن خص يكون نفس خط التأثير ونفس الشدة ومنحيان متعاكسان. إلا كان غير واحد غير محقق مباشرة الجسم ليس في حالة توازن. نمشيو للحالة سي. الحالة سي إذا هي اللي عندنا هنا. إذا هذه الحالة سي فهو كيخضع الجسم لجوج ديال القوى، كاينة إف واحد وكاينة إف جوج.
هنا باش نعرفوا واش الجسم في توازن قلنا خص القوتين يكون عندهم نفس الخط سير ونفس الشده ومحاها متعاكسه. نبداو بخط سير. اذا كنمثلوا المستقيم اللي كيجمع بين القوتين بجوج. اذا كتلاحظوا بان هذا المستقيم كيجمع بيناتهم بجوج معناتها ان لهما نفس خط سير. الى شفتوا منحى ديال اف واحد شوفوا السهم فين كيشوف نحو اليمين، اف جوج نحو اليسار معناتها انهما لهما منحيان متعاكسان. الشده الى عبرتوا الطول ديال اف واحد بالمسطره الى درتوا قياس ديال طول اف واحد غتلقاو بانه نفس الطول ديال القوه اف جوج بمعنى ان لهما نفس الشده. اذا بما ان قوتين هما نفس خط سير ونفس الشده ومنحيان متعاكسان وبالتالي نستنتج بان الجسم في توازن. اذا هنا الجسم في توازن الجسم في توازن لان القوتين F1 و F2 لهما نفس خط T نفس خط T ونفس الشدة. الشدة باش كنعرفوها كنعرفوها بالطول كنعبروا الطول ديال المتجهات ونفس الشدة ومنحيان متعاكسان ومنحيان متعاكسان مزيان. اذا كنتمنى مثال انه يكون واضح. نمروا لبقيه الامثله. اذا هنا كذلك التتمه ديال التمرين عندنا الحاله دي. دابا الحاله دي كذلك بغينا نعرفوا واش الجسم في توازن. اذا غنبداو بخط سير. خط سير شنو كنديروا؟ كنمثلوا حامل هذه المتجهتين بجوج. اذا خط سير هو هذا. الى لاحظتم الى ملي مثلنا خط سير شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بانه كيجمع بين المتجهتين بجوج. اذا شنو معناتها؟ ان قوتين هما نفس خط التاثير. الى افترضنا مثلا هذه هي القوه اف واحد وهذه هي القوة F2. إذا لهما نفس خط التأثير. نشوفوا المنحى F1 المنحى ديالها نحو ماذا؟ نحو الأعلى. F2 المنحى ديالها نحو ماذا؟ نحو الأسفل. وبالتالي قوتين لهما منحيان متعاكسان. شنو يبقى لينا؟ بقى لينا الشدة. الشدة باش غنعبروها؟ غنعبروها بالمسطرة. إذا غنوضعوا المسطرة هنا غنشوفوا القياس ديال الطول ديال المتجه F1. إلا عبرتوا الطول ديالها غادي تلقاو تقريبا 4.5 سنتيمتر. نمشيو نعبروا القياس ديال القوة F2 غادي تلقاو أنها كيساوي تقريبا 2.5 سنتيمتر. أصلا بلا مسطرة راه كيبان بأن الطول ديال F1 أكبر من F2. بما أن الطول ديال F1 أكبر من الطول ديال F2 معناها أن ليس لهما نفس الشدة. وبما أن ليس لهما نفس الشدة إذا مباشرة الجسم فهو ليس في توازن. الجسم ليس في توازن. لماذا؟ لأن القوتين ليس لهما نفس الشدة. إذا كما كنقول لكم دائما إذا كان شرط واحد غير محقق مباشرة الجسم ماشي في توازن. غنمشيو لآخر حالة اللي هي الحالة او. اذا في هذه الحاله او عندنا كذلك جوج ديال القوى، عندنا القوى اف واحد وعندنا القوى اف جوج. كذلك هنا بغينا نعرفوا واش الجسم في حاله توازن. غنبداو بخط تأثير. خط تأثير شنو كنديروا؟ كنمثلوا الحامل ديال هذه المتجهتين بجوج. اذا ملي كنمثلوا هذا الحامل كنلاحظوا بانه كيمر من خط تأثير ديال القوى اف جوج والقوى ديال اف جوج والقوى اف واحد بمعنى ان لهما نفس خط تأثير. مزيان، هو لهما نفس خط تأثير. شنو يبقى لينا؟ الشده. الشده شنو كنديروا؟ كنديروا قياس ديال الطول ديال المتجهتين اف واحد واف جوج. الى عبرتوا هنا اف واحد غتلقاو الطول ديالها 3 سنتيمتر، اف جوج كذلك 3 سنتيمتر، بمعنى لهما نفس الشده، حيت مثلهم نفس السلم. شنو اللي كيبقى لينا؟ غيبقى لينا المنحى. هنا واش عندهم منحيان متعاكسان؟ هنا الا شاف شي واحد فيكم غادي يقول بانهم ما عندهمش منحيان متعاكسان، ولكن ما تزربش. نشوفوا اف واحد المنحى ديالها. شوفوا السهم فين كيشوف؟ السهم هنا في الاتجاه. اذا في هذا المنحى عفوا، اذا المنحى ديال اف واحد نحو ماذا؟ نحو اليسار، اليسار ديالك. وشوفوا اف جوج المنحى ديالها نحو ماذا؟ نحو اليمين. إذا اف واحد المنحى ديالها نحو اليسار، اف جوج المنحى ديالها نحو اليمين. شنو معناتها؟ أن لهما منحيان متعاكسان. إذا إلا لاحظتوا معايا هنا أن هذا الجسم، أن هذه القوتين عفوا، لهما نفس خط التأثير، لهما نفس الشدة بمعنى نفس الطول، ولهما منحيان متعاكسان. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن الجسم في توازن. إذا الجسم في توازن. الجسم في توازن. لماذا؟ لأن القوتين لهما نفس خط التأثير ونفس الشدة ومنحيان متعاكسان
ومن الحياة متعاكسة. إذا بما أن هذا الجسم هاد القوتين عفوا لهما نفس التأثير ونفس الشدة ومن الحياة المتعاكسة، إذا فالجسم فهو في حالة توازن. من حياة هذه ما كايناش هاد الألف هنا، هذه غير سيلو شوية هذا كيكتب هكا. إذا الجسم فهو في حالة توازن. كنتمنى أن هذا الدرس هذا يكون واضح وتكون استفدتوا منه. إلى عندكم أي سؤال بخصوص هذا الدرس هذا أو الدروس الماضية ما تنساوش تخليوه لي في أسفل ديال هذا الفيديو هذا. كنشير لواحد الملاحظة فقط، كاينين مجموعة من التلاميذ الأعزاء اللي كيطلبوا منا مثلا نشرحوا مواد أخرى مثلا علوم حياة الأرض أو الرياضيات إلى غير ذلك. هنا كنعاود نشير بأنني أستاذ ديال الفيزياء والكيمياء. إلا جيت نشرح شي مادة أخرى ما غاديش نعطيها حقها بحال المادة ديال التخصص ديالنا. مستقبلا ممكن نضيفوا الرياضيات، ولكن بالنسبة لمواد أخرى من غير حاليا غادي نركزوا فقط على الفيزياء فقط، ونشوفوا يعني بمشقة ديال الأنفس باش كنحاولوا نكملوا المقرا ديال السنة الثالثة إعدادي. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا. الفيديو القادم إن شاء الله غادي يكون سلسلة ديال التمارين حول هذا الدرس هذا باش تضبطوا الدرس مزيان. كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في أمان الله وحفظه.